سنة أولى إجازة أساسية مسرح فنون العرب. إذا بعد عالي فن مسرح في تونس. كان قراية شوية كونسير ممثل. ولد دار الثقافة بالبحر. بديت المسرح أنا وسيد مروان. عادنا بريود صغير نعمل مسرح. سيتو. شبيك تضرب؟ مروان الكراتي نقرا بباك باكسنا باكلاتي بونشونس. بديت المسرح مع رامي كيف قبل واحنا صغار كنا نبرشوا بدار الثقافة تلمينا اليوم في ماريونيت وبعضنا كنا ممثلين راقصين في العرض. هذايا مرية معناتها للبوبليك ما هواش ميساج معناتها هو باش كيفاش يتفرج باش يشوف روحه ويلوج على روحه ويلوج معانا احنا ومن طوف في الحقيقة معناتها يلوج احنا نسأله هما يسألوا معانا نخليه يفكر نخليه يفكر معانا ما نفكروش وحدنا معناتها يا متفرج تفكر معانا فكر معانا وشوف 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 واقعنا وشوف الحقيقة معانا. احنا خدمنا على اي حاجه تاثر على الانسان تخليه معناتها تخلي الانسان كوسيله معناتها ماريونيت تسيطر عليه. لهنا شفنا الكرسي شفنا الفلوس شفنا الشبكه سكوتوسكي معناتها شبكه الانترنت الفيسبوك شفنا الفيديو جيم شفنا الماده والفلوس ولا شفنا حتى الانسان كيفاش معناتها الانتوراج نتاعو كيفاش يسيطر عليه. لهنا حبينا نوريو انه الانسان عباره على دنيا تتحرك على خاطر الكرسي تتحرك على خاطر الفلوس تتحرك على خاطر الاشياء هذوما الكل اللي هذوما موجودين في المجتمع نتاعنا موجودين في الشارع نتاعنا في لي بيرسوناج موجودين في الشارع نتاعنا الكل العطار الجزار الطفله الطفل القراي البطال. لهنا الناس الكل تتلم في حاجه انه المشكل هذايا الناس الكل تتلم انه فما برشا حوايج سيطر علينا ما تخليناش معناتها مفروض علينا نلقاو روحنا نعملوا في حاجات احنا ما احناش مطالبين بهم احنا ما احناش واعيين بالشيء هذا. Marionnette, c'est un spectacle de danse contemporain, danse théâtre. Alors, Marionnette, t'as qui fait 5 scènes. La scène où t'as qui a la relation entre le Bachar et le soldat, où il est passé le kursi. La scène deuxième, t'as qui a la relation entre le Bachar et le Meda. السنة الثالثة تحكي على علاقة البشر بالتكنولوجيا. السنة الرابعة تحكي على علاقة البشر إنسان بالإعلام. السنة الخامسة تحكي على علاقة الثقافة والدين بالإنسان وكيفاش معنا الثقافة في اليوم ولا تتحكم في الإنسان. ماريونيت هي الدمية اللي يتحكم فيها الإنسان لكن أنا استعملتها كتعبير مجازي على خاطر الخمسة حوايج هذوما اللي حكيت عليهم هما اليوم بالحق يتحكموا في الانسان كلك سواء الاعلام كلك سواء التكنولوجيا معناها الانسان ما عادش ينجم
معناها يسيطر على نفسه ويحكم العقل متاعه قدام الحوايج هذه اللي تسيطر عليه. سبكتاكل ماريونيت فيه برشا مسؤوليات للبيبليك، فيه معناها حابين نقول للبيبليك لازمكم تحكموا الوعي بتاعكم، ما عادش تحطوا الحوايج هذه تتحكم فيكم. حابين نقول لهم اقراوا، تقفوا، تعلموا، شوفوا، كي يقولوا لكم حاجه خموا فيها ما تسمعوش. معناها مش مناشط اعلامي هو معناها الانسان اللي باش يغير مستقبل البلاد، ولا مش الفلوس الماده هي اللي باش تغير مستقبل البلاد، ولا مش السلطه هي اللي باش تغير. لازمك تعرف كيفاش معناها تتحكم في الحوايج هذيا، معناها تتحكم في روحك. مش باش ناخذوا، بالرغم اللي نعرف معناها الدونس معناها ما عندوش جمهور كبير في تونس، كيما مش كيما السينما، مش كيما المسرح، مش كيما لكن احنا ما حناش باش ناخذوا. احنا باش نقعدوا ديما نوصلوا في المساج نتاعنا، نحاولوا ندخلوا لقلوب العباد، نحاولوا نوصلوا لهم، نحاولوا نكونوا ديما معاهم، ديما في وسطهم، ديما في مشاكلهم. كل بيبليك لازمكم تحضروا، لازمكم تجيوا، كل كسوة مسرح، كل كسوة موسيقى، كل كسوة رقص، كل كسوة سينما، فنون تمثيلية، تبعوا الفن، راهو الفن هو اللي باش يبدل لكم العالم نتاعكم، الفن هو اللي باش يحارب الاعداء نتاعكم، باش يحطكم معناها توصل لكم المساجات اللي ما تحبوش تسمعوها من البلاتوات بتاع التلفزة، المساجات اللي ما تحبوش تسمعوها من مش تشوفوها بعينيكم في صورة مزيانة، في صورة حلوة ياسر. معناها هذايا معناها نحب نقول للبيبليك معناها يجاو تفرجوا، راهو عندنا بوتنسيال في تونس، عندنا حوايج مزيانة برشا في تونس.